الراديو 90-90 هواها مصري. حكايات غادة وحمادة مع إيمان السيد ومحمد نشأت على الراديو 90-90. حكايات الحاجة غادة وجوزها الحاجة حمادة، هنسمع كل يوم حكايات كده فوق العادة. بتقولي ايه يا بيشا؟ مدير منشاوي في الشغل اداله لفت نظر علشان بيسيب الشغل ويروح يصلي؟ انت بتتكلمي جد يا بيسا؟ والنبي ده راجل ما يعرفش ربنا، ويعني هو الشغل وقف على الساعتين تلاتة أربعة اللي هيصلي فيهم ابنك منشاوي؟ لا لا، مش عارفة الراجل ده هو، أنا داعي عليه من قلبي ربنا يحرقه. لا يا أختي، مش منشاوي اسم الله عليه، المدير بتاعه. معلش يا أختي، والنبي السلام أمانة المنشاوي يا بيسا. هو مين ده اللي بيسيب شغله ويروح يصلي يا حاجة؟ منشاوي ابن أختي يا حاج، الله يحرقه المدير بتاعه. متدبقه كده هو ومستقصده وعمال يجازي فيه. إلهي لا يجازيه خير لا دنيا ولا آخرة. وكل ده ليه يا حاج بقى؟ قلتلي ليه؟ عشان بيروح يصلي هو في الشغل يا أخوي. الله، ده مدير صعب قوي. يعني هي جت من الخمس دقايق بتوع فرض ربنا؟ المفروض يبقى فيه مرونه وليونه في اتخاذ القرارات. لا يا حاج، خمس دقايق ايه؟ لا ده هو في زي الولد منشاوي، الواد منشاوي اصله يعني يروح يصلي بقى في الجامع اللي جنب شغله. ايه ده؟ يعني بيسيب الشغل ويروح يصلي في الجامع؟ لا ما هو مش دي المشكله يا حاج، ما هو عادي يعني ما يروح يصلي، بس هو اصل يعني الولد منشاوي متعود بعد ما يخلص الظهر يصلي السنه ويسبح ويقول اذكار ويقعد بقى، يعني الولد بتاع ربنا قوي يا حاج بصراحه. كل ده وهو سايب الشغل يا حاج؟ او النبي يا اخوي. طب ما بالمره يقرا جزء وهو في الجامع برضه، يعني ما يصح؟ لا يا حاج، لا يعني هو بقى في بيتهم بقى يبقى يعمل كده كده علشان برضك يلحق الشغل ومصالح الناس. حلوه قوي ساعتين ونص ثلاثه اربعه يصلي فيهم الظهر يا حاج. طب تصدقي بايه يا حاجة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حاج. أنا لو من المدير بتاع منشاوي كنت رفضته مش جزيت. نهار حوش ترفضه عشان بيصلي؟ لا يا حاجة، برفضه عشان إنسان بارد، فاكر إنه هيضحك على اللي خلقه. هو يرضي ربنا يعني إن إحنا نسيب مصالح الناس ونعطلها عشان نروح نصلي الفرض في ساعة ولا ساعتين؟ ده كلام ما يرضيش ربنا أقسم بالله. اسكت يا حاج بس، استغفر العظيم، اسكت كده واستغفر ربنا بس، علشان إيه؟ بلاش تقول حاجة من دي لا تتسخط قرد وأنت قاعد وأنت مش ناقص أصلا. أتسخط قرد؟ تصدق ان انا غلطان؟ انا قاعد مع واحده زيك والمصحف بقى قاعد معاكي في البلكونه على بجاله، بقى نسيب شغلنا وعملنا ومصالح الناس ونقول رايحين نصلي الفرض؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. الاولاد الجاهله دي يا رب مش عارف اعمل فيها ايه، اطلعها ولا تتسخط قرد هي ولا اعمل فيها ادعي عليها؟ طيب يا رب، مش عارف. شايف وشك انت كمان عامله لي شاي دلوقتي، وده وقت شايف وشك كده ايه؟ بتعمل ايه؟ مش عارف كوبايه الشاي في وشك ايه؟ الله، وانت زعلت مني ولا ايه؟ بس يا حاج حماده، يا عم الزربون، انت يا زفت التين على عينك. حكايات غاده وحماده مع ايمان السيد ومحمد نشأت على الراديو 90-90. حكايات الحاجه غاده وجوزها الحاجه حماده، هنسمع كل يوم حكايات كده فوق العاده.